الحقيقة هي قصة مؤثرة. كنت في محاضرة في لوس أنجلوس ولعل ذكرتها مرارا يعني، وبعدين دخل علي أخوان سوريان، أخوان من سوريا ومعهما رجل أمريكي. فإذ بأحد الأخوين السوريين بيقول لي: يا شيخ محمد لو سمحت والله، وأنا ألقي المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت: أهلا وسهلا، تعال يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له: قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ جاي لنا ليه وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير شايبول، عندي أساطيل وشركات طيران وعندي أموال وما شاء الله. يقول: ومع ذلك، بنفس ترجمة حرفية تقريبا لما قال، قال: ومع ذلك فقد سئمت الحياة، مليت. بقول لي: ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أراه إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا اخوانا انا دخلت بيته، واني دخلت يعني بيوتا فخمه وقصورا فخمه في الخليج، اسال الله ان يتم علينا وعليكم النعم، ومع ذلك ما رايت قصرا بهذا الابداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقه عجيبه جدا. هو يقول لي ان تربه هذا الحوض بزهوري جاي من فرنسا، والتربه دي جايه من بريطانيا، والتربه دي جايه من استراليا، يعني تربه بالزهور منقوله بالطيران الى الحوض، يعني إبداع جمال عجيب. الشاطئ الآخر أو الجانب الآخر في المحيط مبني من الزجاج، وتنزل بدرج سلالم يعني بلغة المصريين، تشعر كأنك تعيش في الماء. يعني مشهد غريب. كنا في برد قارس جدا، وأنا جالس أنه هو المكان زجاج، فأنا أنظر إلى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الآن في أمريكا وصل 30 أو 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فأنا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالتلج، فأنا رجل فلاح مشغول قوي، طب هنطلع إزاي ونركب إزاي ونفتح إزاي. فهو يعني قرأ نظراتي فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كذا، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليد على السيارة. خارجين أنا وهو سبحان الله، الأحذية أعزكم الله اتغطت بالتلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي اركب فيه ومد الحذاء، فلم معلو الحذاء. قلت: ده سئم الحياة، أمال إحنا نقول إيه؟ سبحان الله، لأنه هو أعطى البدن كل ما يشتهيه ونسي العنصر الآخر والأصل الآخر في البدن ألا هو الروح. وانت حضرتك بتعطي البدء ماشي، طب هتيجي مدة معينة هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ممكن ينجح لمدة طويلة بس سيسقط حتما لينكسر جناحه الآخر، مستحيل بالمادة بس أو بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. الشاهد سبحان الله، قلت له: طب وإيه اللي يعني أتى بك اليوم؟ قال الرجل السوري ده: أنا دخلت اليوم الشركة فوجدته وضع رجله في الحوض الذي أغسل فيه وجهي. أخونا بيتوضأ، فهو انفعل جدا وغاضب، قال له: أنت ما عندكش ذوق ولا عندك أدب ومفردات، ليه تضع رجلك هنا في الحوض اللي أنا بغسل فيه وجهي؟ قال له: أنا بغسل رجلي دي 5 مرات، يعني أنظف من وجهك. والله أنتوا هتودونا في داهية. أنا ما قلتش حاجة. فقال له: أنا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له: ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له: أنا أتوضأ 5 مرات أو أكثر. قال له: ليه تتوضأ؟ قال له: عشان أصلي. قال له: يعني إيه الصلاة؟ فوضح له بكلمات قليلة: وتصلي ليه؟ قال له: لله. قال له: من الله؟ ما عرفش حاجة. سبحان الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان الله. فالمهم قال له: طيب أنا ما دخلتش عليك مرة لقيتك سكرانا. قال له: لا أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال له: طب ما دخلتش مرة لقيتك مهموم ولا حزين ولا زعلان، وأنا صاحب الشركة
مانش حاسس بالفرح والسعادة اللي انت عايشها. قال له الحمد لله علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا احفظه عجبا لأمر المؤمن، ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك ده اشعر بالراحة والسعادة اللي انت عايشها؟ قال له يقينا ان صدق. قال له انا صادق، قل لي اعمل ايه وانا اعمله. قال له طب اغتسل، استحمى يعني تحمم، فاغتسل وجاء به الى المركز، وقدر الله لي هذا الرزق بغير سبب، زي ما رزقت بالامس في الكويت بغير سبب، واحد ردد الشهادة الحمد لله، هذه ارزاق بقى، عسى الله ان يجعلناكم من يعني من الصادقين. فالشهيد سبحان الله اغتسل وجاء به، قلت له طيب يلا قول ورايا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله يا اخوانا وكنت يومها اشعر لاول مره بثقل الشهاده. شوف احنا بنرددها سهله وميسوره، لكن والله ثقيله جدا. ينطق الرجل الكلمات او ان شئت فقل الاحرف كانه ينقل مع كل حرف صخره من جبل لاخر. فلما انهى النطق بالشهادتين بكى وارتفع صوته وارتجف جسده، فقام الاخوه ليسكتوه، قلت اتركوه اجلس اخته اقعد. ولما انهى بكاءه قلت وانا اسالك ليه بكيت؟ قال لا 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 قل لي انت الاول. قلت له اقول لك ايه؟ قال لي قل لي السر في الكلمه التي رددتها الان. قلت له ما هو؟ قال لي اشعر الان براحه ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمه. قلت هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام، نعمة شرح الصدر بالإسلام. فوالله احنا في نعمة عظيمة جدا، وانا بقول اشرف واطهر نعمة هي نعمة